عرف في المدة الأخيرة سعر فنجان القهوة زيادات عبر مختلف مقاهي الوطن، حين وصل بولاية البيض إلى 40 دينار بدل 25 دينار نهاية الأسبوع الماضي. هذه الزيادة التي وصلت إلى حد 30% جعلت المواطن يتفاجأ ويقرر العزوف عن دخول المقاهي. بالنسبة للإنسان البسيط والدخل الشهري يكون متوسط تبلو غالية، الأسعار كل راهي مرتفعة، ماهيش غير القهوة، كلش راهو مرتفع. القهوة حاجة بين الناس، كل تشرب قهوة تبنى الناس غالية. أصحاب المقاهي برروا لهذه الزيادة إن أكدوا أنها جاءت بعد ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد لمادة القهوة الذي وصل لدى باعة الجملة إلى 800 دينار بدل 680 دينار، فيما يؤكد أصحاب الجملة ومطاحن البن أن الزيادة لم تمس الجزائر فقط بل كل دول العالم، خاصة مع الأزمة التي تعيشها أكبر دولتين مصدرتين للبن البرازيل وكوت ديفوار بسبب موجة من الجفاف والصقيع جعل المنتوج لا يتعدى النصف ما كان عليه قبل سنتين. 120 ألف رايحة كما نقول هنا 72 ألف ولا 68 ألف، وبعد ولات 340 ألف، وبعد ذوك بالح جابها لي اليوم أنا سيد سلكتها ب 400 ألف، تسمى راهي ولات 80 ألف للكيلو، تسمى راهي زادت 10 ألف فرنك في الكيلو، تسمى شكارة زادت ب 60 ألف. هذه مانيش حنا يعني اللي درناها، زيادة هذه القهوة خضراء هي اللي زادت في السوق. سمحنا نشريوها زايدة مع تحماصها والأخرى، سمع اللوجيك تخرجك في البري هذاك. حنا دوك كنا نبيعوها ب 66 65 64 دوك كاين هكا 86 كيلو. حنا اللي راهي زدنا راهي شوف الترونسبور تاعها زاد، في الكور تاعها المونديال زاد. هذا ويؤكد المختصون بخبايا البورصة العالمية أن سعر القهوة سيواصل الارتفاع وقد يتجاوز 1000 دينار قبل منتصف شهر أوت الجاري.